انا جاي النهارده عند اسراء. اسراء بترسم بالشاي والقهوه والنسكافيه. ازيك يا اسراء؟ الحمد لله، عامله ايه؟ ربنا يخليك. انت عندك كام سنه؟ 29. برافو. ليه بقى شاي وقهوه ونسكافيه؟ اهو دي مثلا لوحه من لوحات اسراء، موناليزا دي بالايه؟ النسكافيه كلها نسكافيه بس. مفيش اي حاجه تانية؟ لا بجد والله؟ والله العظيم. وكانت اول مره ان انا ارسم بورتريه الاشخاص اصلا كمان. بالموناليزا اول حاجه تبتدي بورتريه؟ وش كده وش جامد قوي كده. لا بص، انا هدخل اجرب وهاخدك انت. انا داخل اعلم عليكم يعني وبالنسكافيه. لا بس ما شاء الله. بس انت حطيتي بالموناليزا، حطيت لها قطه بس يعني مقبوله منك يعني. لازم احط لمسه. صح، حكيتي الموناليزا خالص. بس لا حلو. لا والله تسلم ايدك، تسلم ايدك. ليه حبيت التميز؟ ما حبيتش ان انا لما ادخل في الرسم كله معروف بالماركر الوان السوفت باستيل كليريك كده. لا انا كان من القهوه لما ظهرت من زمان وانا يعني شاد، بحب اللون البني جدا، بحب درجات. وانت بتشربي القهوه؟ لا انا مش بحب القهوه عموما. بجد؟ مش بحب. يعني انت امال ازاي كانت فكره القهوه؟ يعني انت جالك فنجان قهوه وقلتي هرسم بيه؟ هي اتدلقت في مره معايا. حلو. فروحت قعدت اشخبط كده، لقيت اللون عاجبني والشكل عاجبني عموما. اه فقلت اجرب. كان ساعتها اول تجربه كانت هي دي. دي؟ بس دي انا طبعها عشان الرسمه الثانيه متقطعه، كانت على دي بالقهوه دي دبي. لا دي ابراج العالم. ابراج العالم. معالم العالم السبع. أيوة. ده برج خليفه وده برج العرب. طب احنا فين من هنا؟ ده الهرم ده؟ ايوه الهرم ده بتاعنا. اوكي. والمفروض ان برج القاهره كان موجود بس باظ مني. عشان كان اول تجربه. اول تجربه خالص. فرحت عاملاها هنا بقى ايه بطول الرسم. لما هناخد بقى الموضوع. فدي اول تجربه ليكي بفنجان قهوه. ايوه. دي كانت سنه كام دي؟ دي كانت 2021. 2021. انت بقالك في الموضوع ده بقالك قد ايه؟ من 2020. شاف الحلاوه، شاف الحلاوه، شاف حبايب قلبي ده، شاف الحلاوه. بالنوتيلا. دي بايه؟ نوتيلا. ايه ده؟ دي اضافه. دي احنا ما كناش متفقين على النوتيلا. يعني دي بالنوتيلا؟ والله يعني انت لو بصيت تلاقي القهوه الشوكولاته متقشره كده. لا تعالى تعالى تاني تعالى كده. بص كده يعني الله يرحمه يا رب النجم الكبير عمر الشريف. ده نجمي الاول ده. والاستاذه القديره فاتن حمامه. ايه الجمال ده يا اسراء؟ ربنا يخليك. لا والله حلو. لا وبعد كده انا بص انا هاخد كل دول واحطهم على جنب. احنا شفنا خلاص بقى عشان ايه نجيبهم على جنب كده. ودي دي كانت عيني وكنت حزينه وفاقده الشغف. وكان اول مره ارسم عين برده وقلت اما اجرب. ده بالايه؟ دي بالقهوه والشاي برده. القهوه والشاي بس الورده دي بقى اكيد. لا ده لون طعام، والاخضر ده ميه بقدونس. هو انت يعني اي حاجه في المطبخ. منع الالوان. بالظبط. بجد ما احبش استخدم الوان. لو استخدمت الوان قليل قوي. لو استخدمت الوان بجد. والله يعني دي الوان طعام. وطب والذهبي ده ايه؟ الذهبي ده اللي هو الورق الذهبي اللي بيتحط ديكور كده على الترط. يعني هو اصلا برضو بيتاكل. هو دي حاجه تتاكل. اي حاجه تتاكل. بس كده. اوكي. طب دي ادواتك صح؟ ايوه. طب ما تيجي نقوم عليها كده قبل ما نرجع على البتاع ديت اللوحه الكبيره دي. ده ايه؟ دي لوحه تانية انت بترسميها على ورق. ده ورق بردي صح؟ لا ورق عادي بس انا عاملاه شكل الورق البردي القديم. الله. دي ده الفراعنه. الفراعنه. ده بالايه؟ دي كلها نسكافيه. نسكافيه. هو انت بتقرري ايه نسكافيه ايه قهوه ايه نوتيلا ولا هي يعني مفيش حاجه معينه؟ لا هي مثلا انا عامله رسمه على حسب الشكل اللي انا عايزاه. مثلا في الوان انا عايزاها تكون كلها غامقه فاروح مخليها كلها من النسكافيه. حاجات عايزه ادخل فيها درجات فاتحه فاروح مدخله القهوه والشاي. يعني هو اغمى حاجه ايه؟ النسكافيه. وراها القهوه. ايوه. الشاي. لا الشاي ده اللي هو درجه البشره. البشره. عايزه اعمل درجه بشره، عايزه اعمل اللون اللي هو الفاتح ده، الالوان الفاتحه دي. اوكي. ودي الالوان بتاعتك. ده ايه ده هنا؟ دي الباليتا دي كلها نسكافيه. ده يعني دي مش الوان، دي انت لو شفتها. نسكافيه. شوف نسكافيه. يعني انا مش بشكك فيكي بس انا باكد يعني. برضو. بس هتلاقي النسكافيه اتضرب في وقت. نسكافيه. نسكافيه صح. انا بعمله بطريقه تحضير معينه كده بحيث ان اخليه اخليه بطريقه خام سايل واللون بتاعه ما يعني يكون الدرجه اللي انا اقدر ادرج منها اكتر من درجه بعد كده وما يبص مني بقى. يعني دول بقى لهم يجي سنه عندي. مناخيري وسعت. دي برضه نسكافيه. ما هو في نوعين. ده نسكافيه برضه. خلاص برضه بقاله حبه يعني. طب خلاص. تعالي بقى على اللوحة ديت. بعتي لوحات ولا ايه الأخبار؟ لا ولا دي هواية؟ أنا عايزة أبيع بس ما مش لاقية المشتري اللي بالسعر اللي أنا عايزاه يعني. بالسعر اللي أنت عايزاه؟ أيوة.
طب ليه يعني ما يعني نبتدي لغايه ما الفكره تصل وتوضح ونرجع؟ ما هو انا مثلا لو هبيع ببيع اللي هو حسب الطلب، يعني مثلا انت عايز بورتريه مش هعمل لك بورتريه شخصي ليك، انما الرسومات اللي عاملاها اللي هي زي دي اللي هي نسخه واحده، لا دي اللي هي مش يعني مش هعمل منها نسخه تانية، فهتتباع لازم تتباع بسعر كويس. اوكي ماديا انت ولا الموضوع سلسه في الاول؟ هو انت اخدك مشروع ولا اخدك هوايه؟ الاثنين. لا يعني ما انت لو كمشروع لازم تبتدي تبيع على فكره. ما هو ابيع دي لو انا هعمل نسخ من كل، يعني مثلا لو حد عايز نسخه من دي هعملها له، انما النسخه الاصليه دي انا عاملاها زي اللي هي ايه الاساس بتاعي اللي هو زي فان جوخ اللي هي الحاجات الاصليه بتاعته، فاهم؟ انت شغال شغلانه ثانيه ولا هي دي شغلانه اساسيه؟ لا هي دي شغلانه اساسيه. اوكي بترسمي بالوان انت طبيعيه ولا هي برده مصممه على الالوان دي؟ قهوه وشاي. اوكي دي اخدت منك وقت قد ايه؟ دي المفروض ان انا كنت اقعد فيها شهر. بس برده كان ككون الواحد بيحب ان هو يتزنق، فانا عملتها في اسبوع. كان قبل المعرض باسبوع. انت عملتي معرض؟ لا كان معرض كنت مشاركه فيه. حلو، وايه اخبار الناس رد فعلها ايه؟ لا هي بصراحه يعني كل الناس كانوا داخلين، هي بقى واخده المساحه كبيره، كانت اكبر لوحه ساعتها موجوده. وهي في الاضاءه، في اضاءه معينه كده بتخليها تبان منوره، فكله داخل عليها ايه ده ومش مستوعبين. دي كانت لوحه ايه؟ اللي هي لوحه معالم مصر. معالم مصر. لوحه ثانيه مصر، عصور مصر القديمه، اعلى يعني اكبر من دي 70%. بس ما قدرتش اجيبها صح. احنا اسفين، احنا ضغطنا اسراء، فعلى قد ما هي عرفت يعني تجمل لنا الحاجه. طب اسراء ناويه ايه على تكملي بالفكره ديت؟ ايه رد فعل الناس؟ انا جاي عشان اقول لاسراء حلو اللي انت بتعمليه ده، وحلو الفن اللي انت مختلفه فيه، وكملي وعندك حاجه مختلفه، بس الاستمراريه اهم من يكون عندك موهبه، صح؟ هي حته الاستمراريه عندي، كان انا كان في شويه مشاكل معايا، اكتئاب كده لمده سنتين. لا بلاش ايه اللي جه اكتئابك؟ كان ان مفيش الدعم اللي انا عايزاه، ان انا عايزه ان انا شغلي يتشاف اكتر من كده. هو ده الدعم، هو ده الدعم، هو دي الفيديوهات اللي بتعمل دعم، بس هو ده السوشيال ميديا. وانا عرفتك منين؟ السوشيال ميديا. طب ما هتستني حد يطبطب عليك ويقول لك يا اسراء يلا؟ لا مش كده، اللي هو كان نفسي ان انا عرضت دي في القصر الثقافي، ما عرفتش ان انا اوصلها خالص لحد. كان نفسي ان انا شغلي ان هو يعني يظهر مع ناس يعني في تقيله في السوشيال، مش قادره ان انا اوصلها. طيب. فعماله احاول ان انا اوصل هنا وهنا، فلقيت نفسي مره واحده مع مشاكل في البيت، رحت موقفه وظهرت لك فجاه. ده مش بالنسبه لك؟ ده مش دعم؟ ده دعم. انا اصلا امبارح والله العظيم كنت لسه خلاص هقفل الاكونت، فلقيت استاذ تامر عايز. طيب ايه بقى انا عايز اكتر على فكره. لا ما هو انت، انا كنت والله العظيم عايزاك تحضر المعرض اللي انا بجهزه. احضره يعني انا عامله فيه باذن الله لوحتين. 70% بفكرتين يعني ما شاء الله، حاجه كده جميله. وكمان الدريس اللي انا هلبسه هيكون من تصميمي، وعليه حاجه من يعني مفاجاه يعني باذن الله. قهوه ونسكافيه وشاي برضو؟ هو كنت عايزه اعملها بس لسه ما فيش وقت، فانا يعني هنشتغل بالمتاح. خلاص احنا جايين مع المعرض امتى؟ يبقى ان شاء الله بيوم 1/6. وخلاص اشوفك هناك في المعرض. هو لسه يعني اللي عامل المعرض لسه ما قالش المكان فين، بس هو بيقول ان هو في قاعه في الهرم. حلو، يعني في هنا في حوالينا. أيوه. يعني مش بعيد. خلاص بس انا عايز اكتر من كده، وانا عاجبني موهبه، وعاجبني ان انت بتعملي حاجه مختلفه، وعاجبني ان انت طلعتي بحاجات موجوده لكن في موهبه اهي، وفي تنوع على فكره. بس انا حاسس عندك اكتر على فكره، يعني انا شايف ان اسراء مقصره في البيت، يعني اللوحه ديت متطرزه بقواقع، ادي اهو. لا يعني ده شغل ماما ده بجد. أيوة. انت اخد الموهبه دي من ماما. ما هو انا اصلا متربيه في وسط فني، لو ماما كانت بتحب تعمل القنوات، الله، اي حاجه حواليها بتحب تعملها لحاجه فنيه. اخويا برده الكبير كان نفس النظام، بيحب ان هو يرسم وكده، اخواتي كلهم بيحبوا يرسموا، فاللي هو بقى ايه، انا لما جيت اطلع رسمي طلعته في الاكل، هو جيت ايه بواقي الاكل الفايده اعمل بيها شكل. حلو والله، حلو. وانا ادعمك، ده شغل اسراء. اسراء بترسم بالشاي والقهوه والنسكافيه، وبعد دردشه اكتشفنا انها بترسم بالنوتيلا كمان. فاحنا نتمنى من اسراء انها تكمل، وانها يعني يبقى في اكتر من كده. وهنتقابل يوم 1/6 في المعرض باذن الله. انتظر. وكل اللي بيتفرج على الفيديو ده يدعم اسراء ويدعم موهبتها، عشان هي تستاهل على فكره، وهي عامله شغل حلو قوي. وانا بشكرك جدا ان انت بتعمليه ده. ربنا يخليكم. شدي حيلك بقى. ها حاضر. ما بحبش البني ادم يعني، انا بحب يعني النهارده عاملين نصور مع كميه ستات مقاوحه في الزمن وبتجري ورا موهبتها ولقمه عيشها. ما بحبش حد ضعيف. لا والله ما كانش ضعف، هي كان في مشاكل مأثره عليا. بعيدا عن ده كان في مشاكل كتير، الحمد لله اتعالجت منها يعني. مش مشكله، ربنا يحميك يا رب ويحمي صحتك اهم حاجه. ربنا يخليك. فبدات افوق، بدات ان ارجع، وكانت اول رسمه ان انا انزلها اللي هي كانت بتاعت اللي هي الفراعنه القدماء، بس هي للاسف مش موجوده معايا حاليا، اللي كانت اوردر مطلوب مني. مش مشكلة. بس في صورتها معايا لو عايز تشوفها. هاتيها.
انا عاجبني موناليزا قوي. موناليزا بقطه يا شيخه يا شيخه. لازم انت عارف موناليزا رموا عليها شوربه في في اللوفر. تخيل هم مش مقدرين الفن واحنا بنرسمه ومقدرينه ومزودين قطه عليه. والله حلوه فيها. والله عجباني على فكره الموناليزا بتنيم القطه. ايه بقى؟ لا ده تحفه. انت بتهزري ولا ايه؟ دي انت بتهزري؟ اقسم دي الوان طعام؟ ايوه والله العظيم الوان طعام. لا تعالى وكلها بالقش. ايه الالوان دي بس يا انت بتاع ها؟ والله العظيم والله العظيم الوان طعام. اطلع من دول. والله الوان دي الوان طعام. الوان طعام وقهوه تحفه. قهوه وشاي ونسكافيه. امال ايه 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 الاصفر ده جه منين؟ طعام ايه الاصفر ده؟ اللي هو الدست الذهبي بتاع التورت. لا سوري نظام عارف التورته بيكون عليها تزيين باللون الذهبي. هو ده اسمه دست ذهبي. تحفه تحفه. شكرا بجد تحفه. لا ما بكمل اصل ما بجملش على فكره. لو ما عندكيش اقول لك لا او نعمل حاجه تانية ما بضيعش عمرك يعني. دي تونه كان قد ايه؟ دي كانت 70 50 في 70. طب بقول لك ايه؟ ها شد حيلك خلاص. والله لازم انا بس افوق وهعمل لكم شغل. لا مش 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 تفوق انت فايقه لوحدك. ما انا بص انا في رسمتين مش عارفه يخلصوا. خلاص اشربهم ازاي ان شاء الله يخلصوا. بس انا بتعمل شغل حلو على فكره. انا بتعمل شغل حلو جدا. خلاص يوم 1/6 يا استاذه منتظرك. والله ما جيتش هزعل. هو انا لبست نفسي على الفيديو نازل يعني. انا مش بالمنتج خلاص ده نازل يعني. خلاص مبسوطه؟ حسيتي بالدعم؟ لا كده خلاص متفائله. اوكي وجاي لك لغايه البيت. شوف الدعم يبقى عارف هوم ديليفري. يلا بشكركم. كلنا نشوف اسراء 1/6 في المعرض بتاعها. باي باي.